امبارح كان في برضو من المشاهد المبهجة والحضارية هو احتشاد الآلاف في ميادين القاهرة والجيزة والمحافظات في مسيرة لدعم ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور السيد الرئيس ورددوا هتافات كمل يا ريس واحنا معاك. صحيح، وفور إعلان الرئيس ترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، انطلقت الاحتفالات في عدد من الميادين في كل المحافظات ابتهاجا بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح واستكمال مسيرة التنمية. كمان كان في مسيرات تأييد واحتفالات بترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من المحافظات، يمكن زي ما احنا شايفين محافظة أسيوط المسيرات التأييدية اللي بتأكد على وقوف المصريين وطلبهم ودعمهم للقيادة السياسية ووقوفهم خلف القيادة السياسية. يمكن هذه الاحتفالات ما كانتش مقتصرة فقط على أسيوط، لكن كمان في سوهاج احتفل المصريين بترشح رئيس عبد الفتاح السيسي. لسه مكملين مع حضراتكم في الجنوب، لان مش بس في الاقصر، لا مش بس في سوهاج واسيوط، كمان في محافظه الاقصر تم الاحتفال بترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره ولايه جديده.
الاحتفالات امتدت من الأقصر للعاصمة القاهرة، كان في عدد من المسيرات الداعمة أيضا لترشح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نتابع مع حضراتكم الاحتفالات اللي تمت فيها، نرجع نكمل معاكم حلقتنا في صباح الخير يا مصر. الاحتفالات أيضا كانت موجودة في قنا، احتفالات واحتشاد لآلاف من المواطنين احتفالا بترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي نروح مع حضراتكم لمحافظة البحر الأحمر واحتفال المصريين أيضا بترشح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن المشهد اللي شفناه لم يختلف كثيرا عن أسوان اللي احتشد فيها الآلاف من المواطنين احتفاء واحتفالا بترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستكمالا لرصد مسيرات التأييد والاحتفالات بترشح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلينا نشوف كمان مشاهد الاحتفالات في شبرا الخيمة في القليوبية.